قبل ما نتكلم بقى في الاخبار والكواليس والفرق والكلام ده، عايز اعرف انطباعكم عن اليوم الاول لبطوله الدوري. نبدا بقى باستاذ محمود طبعا ضيفنا النهارده. الله طبعا. شوف، هي بطوله يبدو انها ساخنه من الاول يعني. شايف تدعيمات كبير جدا في الفرق، صفقات كتيره، ممكن يكون على فكره الفلوس تكون اقل بالمناسبه، لان لما تيجي تجمع الصفقات هتلاقي فيه لعيبه انتقلت انتقال حر كتير، ولكن معظم الفرق دعمت صفوفها بشكل واضح جدا. شايف مواهب شابه كتير في قوام الفرق، شايف مدربين عندهم طموح. كل العوامل دي تؤكد لك ان انت امام موسم ربما يكون ساخن شويه. ايوه. في منطقه الوسط هيبقى ساخن جدا، في منطقه المقدمه اعتقد ان الصراع هيكون عنيف، وفي الهبوط كذلك. لكن في اليوم الاول انا شايف انه النتائج كانت تبدو منطقيه. حتى لو سيراميكا فاز بثلاثه على المصري البورسعيدي كتير برضه كتير. لكن هنا لازم تتكلم عن مدرب عارف يصنع فريق، احمد سامي، بكلم احمد سامي. وبنتهز الفرصه دي يا كابتن كريم ان احنا لازم ندعم النماذج دي للمدرب الوطني المصري اللي عنده القدره على تكوين فريق وقيادته، ويبقى كوتش خارج الملعب بيفكر وبينفذ اللي بيفكر فيه. احمد سامي عامل النموذج ده بشكل واضح جدا. فوزه النهارده مش فوز صدفه. كنت قابلت الكابتن احمد ناجي من فتره واتكلمنا في تفاصيل كتير جدا تخص الفريق، وكان بيراهن على فكره التكوين اللي احمد سامي عامله. المصري رغم الامكانيات الكبيره اللي وفرها رئيس النادي ومدرب كبير جدا في اعتقاد الظلم في تجربه منتخب مصر الشهيره دي، كابتن ايهاب جلال، طبعا كابتن ايهاب جلال، لكنه السقوط بثلاثيه شيء غير مبشر بالخير طبعا، يعني محتاج وقفه سريعه، لان المصري فريق جماهيري، وانت عارف الفرق الجماهيريه لما بتتاثر بدري العجله الخيط بيكر والموضوع بيصعب. اعتقد الاتحاد السكندري عنده فريق كويس، عنده بعض العناصر المهمه. اموتو ده لاعب كويس جدا جدا، وكان ممكن يلعب في فرق القمه، رغم اعترافنا برضه ان الاتحاد السكندري من فرق القمه، لكن كان ممكن يلعب في فريق اكبر من كتير، لان شايف ان هو مهاجم هداف وعنده القوه اللازمه. اسوان عامل فريق جديد تماما مع مدرب محترم كلنا بنحبه ونقدره، ولكن اعتقد ان اسوان عنده شغل كتير جدا الفتره اللي جايه.